هذا يعني يعتبر هذا الفلاك وهذا فيه 10. لقد شاركتم معنا اليوم شرف وفخر إنتاج أول لقاح جزائري ضد كورونا فيروس، وهذا يعتبر في حد ذاته إنجازا عظيما بالنظر إلى التقنيات والتحكم في هذه التقنيات والتكنولوجيات التي يتطلبها مثل هذا الإنجاز. هذه أول بذرة للجزائر الجديدة، وسوف نمضي في هكذا إنجازات مع مجمع مثل مجمع صيدال الذي دخل في مجال التحكم التكنولوجي والبيوتكنولوجي المعقد.